مساكم الله بالخير جميع، وأسعد الله يومكم وين ما كنتوا. حبيت أخبركم عن القفص المناسب للبغبغاء وللطيور بشكل عام. يكون القفص أهم حاجة يكون واسع، ويكون فيه أشياء عشان تغير من نفسية الطيور ومن نفسية البغبغاء، مثل الأخشاب. وطبعا تحت يكون حاجة مهمة إنه يكون تراب، أفضل شيء إنه يكون تراب، الأرضية تكون تراب، في أخشاب أشجار أشياء. وأهم حاجة أساس الطيور كثيرا اللي هن البيوت، البيوت اللي مثل هذيلة طبعا شيء مهم. ها طبعا الطيور اللي عندي كوكتيل، بغبغادر اللي هو المكتوه، طيور الحب اللي هو الفيشر، وخلونا الحين نشوف واحد من البيوت، نشوف اذا هل القفص فعلا مناسب، هل في انتاج ولا ما شيء. خلينا نشوف مع بعض، نشوف هذا البيت. طبعا الاغلب اللي هني اللي انا حاطنهن متزاوجات، يعني ازواج. نفتح هذا البيت ونشوف داخل.